حاول التوغل، يحاول المرور، توغل ولات، مرسلة عرضية خطيرة، فرصة الهدف الأول لمصلحة فريق الفتوة، ولكن تضيع كانت رأسية محمد عبادي، كرة خطيرة لا يزال التهديد خطير لمصلحة فريق الحرجلة، الرأسية كانت ولكن بعيدة عن المرمى الكرة في اللقطة الماضية. ملعوبة الكرة من محمد زين وفتح العمر يتصدى، والقائم كذلك كانت خطيرة لمصلحة فريق الفتوة، هنا هيئها للزين وداخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف الأول لمصلحة فريق الفتوة، والعرضية كانت بعيدة على أحمد الحسين، كرة أحمد على مشارف المنطقة، ملعوب الباص البيني، فرصة الهدف الأول والهدف الأول في هذه المباراة، عبد الرزاق الحسين يتقدم لمصلحة فريق الحرجلة متابعينا، الهدف الأول في هذه المباراة، 1-0 لمصلحة فريق الحرجلة، مقطوعة من لاعبي فريق الفتوة، هنا التسديدة من بعيد، يا سلام، هنا الركلة الركنية لمصلحة فريق الحرجلة، مرسلة كرة خطيرة، والهدف الثاني لمصلحة فريق الحرجلة، محمد حمدكو، تصبح النتيجة 2-0 متابعينا، لا نزال في الشوط الأول، الحرجلة يسجل هدفين. وسيم نبان احمد يحاول المرور، مر بشكل ممتاز، لعب العرضيه كذلك رائعه كانت ولكن طالت على محمد زينو، محمد والتغطيه كذلك من عبد الرحمن موزي، توغل بشكل ممتاز، فرصه الهدف الاول لمصلحه فريق الفتوه ولكن تضيع الكره كذلك، مبعى العمر بالنسبه لتشكيله فريق الحرجله، طبعا هنا نجمه خطيره لمصلحه فريق الفتوه، عبد الرحمن الحسين مرسل العرضيه والهدف الاول، يا سلام، لعبه ولا اروع كانت ولكن هدف ملغى طبعا. ملعوبة الكرة مرسلة العرضية لداخل المنطقة، محاولة كانت للاعب دوبلكيك هنا أحمد الحسين ولكن بعيدة جدا كانت محاولة الجهة، هنا محمد زين وداخل منطقة الجزاء، ملعوبة لعدي جفال والتسديدة خطيرة جدا، ولا هدف قتل المباراة بالنسبة لفريق الحرجلة، والتسديدة بعيدة جدا، بعيدة لأسعد الخضر داخل منطقة الجزاء، الخطورة قائمة ولكن تبعد التسديدة من دفاع فريق الحرجلة، هنا مجد والباص، ملعوبة الكرة حرجلاوية، الكرة خطيرة، الكرة الحمدكو، والهدف الثالث، الهدف الثالث للحرجلة متابعينا، إذا الحمدكو يسجل الثالث في مرمى فريق الحرجلة، تصبح النتيجة 3-0. أرسل الباص لعبد الرحمن الحسين خطيرة داخل منطقة الجزاء، التسديدة ممتازة كانت، وفاتح العمر يتصدى لتسديدة عبد الرحمن الحسين، الكرة لمصلحة فريق الفتوة، التسديدة ممتازة جدا كانت في اللقطة الماضية.